حماد بن عبد الله بن جاسم أن تقدم لكم مراجعة مادة الفيزياء الصف الحادي عشر المتقدم، وهي للتقييم الثاني إن شاء الله. ونبدأ بموضوع الشغل والطاقة، ويقدمه لكم طلعت أحمد سلام. وجزء الشغل والطاقة ومتبقي من الوحدة، وحدة الشغل والطاقة، وهو الجزء الأخير في هذه الوحدة. ثم بعد ذلك نكمل وحدة الإلكترونيات وجزء وحدة الحرارة. نبتدي إن شاء الله بموضوع الكفاءة. ما هي الكفاءة؟ الكفاءة هي نسبة الطاقة المفيدة الخارجة إلى الطاقة الداخلة، ويمكن التعبير عنها بهذه الصيغة الإفشنسي تساوي Energy Out على Energy In مضروب في 100%، حيث أن الطاقة الخارجة هي E-Out والطاقة الداخلة E-In، أو يمكن التعبير عنها بصيغة أخرى الإفشنسي تساوي الورك Work Out أو الشغل الخارج المفيد على الشغل الداخل ضرب 100%. ناخذ مثال، هنا هذا المثال يطلب منك المقارنة بين كفاءة المصباحين في الشكل التالي أدناه. هذا المصباح هو مصباح الفتيلة، وهذا المخطط هو مخطط سانكي للتبسيط تحول الطاقة في المصباح أو في أي نظام، وأي نظام يعني أي جهاز. هنا يبين أن الطاقة الداخلة 100 جول، والطاقة الخارجة المفيدة هي 10، وتمثل بسهم على الاستقامة، والطاقة الضائعة تمثل بسهم إلى أسفل، وسمك هذا السهم يشير إلى كمية الطاقة. فهنا الطاقة 10 جول تمثل بسهم صغير، والطاقة الضائعة واضح أنها 90 فتمثل أيضا بسهم كبير يشير إلى كميتها. نحسب الكفاءة إزاي؟ الإفشنسي تساوي الانرجي اوت على الانرجي ان ضرب 100، وبعد كده نحط برسنتج. يبقى انرجي اوت اليوسفل او المفيده 10 على 100 ضرب 100، يعني هتساوي 10% او 10%. المصباح الاخر، وكلنا يعلم هذا المصباح انه يسمى المصباح الموفر، وهذا مخطط سانكي له. من الواضح ان الطاقه المفيده أكبر بكثير من الطاقة الحرارية الضائعة. هنا الطاقة الداخلة 100، الطاقة المفيدة، والطاقة المفيدة هنا هي التي تتحول إلى ضوء 75 جول. إذن كيف نحسب الكفاءة هنا؟ ها تمام، 75 تقسيم 100 ضرب 100 بالضبط. هنا 75 تقسيم 100 ضرب 100 واضح انها 75%. ننتقل الى تدريب اخر. هنا المخطط او مخطط سانكي لجهاز التلفاز، ويدخل 200 جول الى التلفاز فتتحول الى طاقة ضوئية وطاقة صوتية، وكلاهما طاقة مفيدة. هنا يطلب منك احسب كفاءة التلفاز. اذا هنا الطاقة المفيدة هي الضوء والصوت، يجب جمع هاتين الكيميتين. الكفاءة نفس القانون، ولكن هنا جمعنا 80 زائد 40 تقسيم الطاقة الداخلة 200 ضرب 100 تساوي 60%. الطاقة كم تكون مقدار الطاقة الضائعة في هذا التلفاز؟ الطاقة الضائعة دائما على شكل حرارة، وطبعا حسب قانون حفظ كمية حفظ الطاقة أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكن يمكن أن تتحول من صورة لأخرى. فإذا الداء الخارج، مجموع الخارج يجب أن يساوي مجموع الداخل، أي أن الطاقة الضائعة تساوي 200 ناقص 120 تساوي 80. إذا الطاقة الحرارية الضائعة تساوي 200 جول.
يحول جهاز حاسوب محمول 400 جول من الطاقة الكهربية إلى 250 ضوء وسرعة. هنا ال 250 أي أن ال 250 جول هما الطاقة المستفادة الخارجة المستفادة. إذا الطاقة الضائعة كم بالحساب بالمنطق؟ ها أنت هناك صح 400 ناقص 250. طب الكفاءة كيف تحسب؟ ها تمام، الكفاءة الإفشنسي بتساوي الطاقة المفيدة اللي قلنا عليها تقسيم الطاقة الكلية الداخلة ضرب 100، يعني تساوي 62% بالحاسبة طبعا، وهذا كلام بسيط إن شاء الله بالنسبة لك. بقية الطاقة أين تذهب؟ تتحول إلى حرارة، وكلنا يعلم أن كل الأجهزة بلا استثناء تسخن، الكاميرا التي نصور بها تسخن وهذا فرض في الطاقة، التلفاز يسخن وهذا فرض في الطاقة، شاحن التليفون شاحنك التليفون يسخن وهذا فرض في الطاقة. إذا كل الطاقة المفقودة تخرج على هيئة حرارة. مثال آخر، آلة بخارية كفاءتها 50% تحول 220 ألف جول إلى طاقة حركية، كم مقدار الطاقة الكيميائية الداخلة؟ هنا المطلوب اختلف، ليس الكفاءة ولكن يريد حساب الطاقة الداخلة. الطاقة الداخلة، الطاقة الخارجة المفيدة هي 20,000 تقسيم الطاقة الداخلة انرجي ان ضرب 100 في هتساوي 50% اللي هو عطيها لي اساسا لانه عطينا الكفاءة. يبقى من هذه ده هنا انتهت الفيزياء، وهنا شغل الرياضيات انتهى. اي ان هتساوي 4000 جول، 4000 40000 جول. طيب محرك ينتج 100 جول كشغل مفيد، هنا شغل ولا فرق بين الشغل والطاقة. محرك ينتج 100 جول كشغل مفيد لكل 1000 جول، أي أن كل 1000 يدخل يخرج منه 100 جول شغل مفيد من الطاقة الداخلة. احسب كفاءة المحرك. إذا الكفاءة كالعادة الإفشنسي هتساوي المفيد على الداخل ضرب 100 تساوي 10%. ماذا يحدث لبقية الطاقة المزودة للمحرك؟ ها تروح فين؟ تروح فين؟ أيوه حرارة، تتحول إلى حرارة. طيب ارسم مخطط سانكي لتوزيع الطاقة لهذا المحرك. مخطط سانكي هو أداة لتبسيط تحولات الطاقة. الطاقة الداخلة أهو، الطاقة الداخلة 1000 جول، الطاقة المفيدة 100 جول، وهنا مثلناها بسهم صغير، و الطاقة الضائعة متحولة إلى حرارة تحولت إلى 900 وهي الجزء الضائع. إلى هنا ينتهي جزء مراجعة الكفاءة، وننتقل إن شاء الله إلى مراجعة شابتر أو وحدة الإلكترونيات والحرارة إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله في جزء الإلكترونيات، وهو يبدأ بموضوع المكثف أو المكثفات الكهربية، والمكثفات كاباسيتور بالإنجليش هذه مصطلحاتها، والسعة كاباسيتنس. هذه مصطلحات يجب أن نكون نعرفها جيدا لأننا سنتناولها إن شاء الله في الموضوع. ما هو المكثف؟ المكثف شكله التجاري أو العملي بهذه الأشكال المختلفة، ويمكن في أي بوردة كمبيوتر، أي بوردة كمبيوتر عندك قديمة ممكن أن من هذه الصورة أن تحضر هذه البوردة وتتعرف على المكثفات. ولكن ما هو المكثف؟ أداة لتخزين الشحنات الكهربية، أي أنه بطارية صغيرة جدا متناهية الصغر. ما تركيب المكثف؟ المكثف في أبسط صوره يتكون من لوحين موصلين، يعني لوحين معدنيين بينهما مادة عازلة، عبارة عن لوحين موصلين مفصولين عن بعضهم بمادة عازلة. طيب رمزه ايه في الدائرة؟ ان شاء الله انتم قسم علمي، وان شاء الله في طريقكم الى كلية الهندسة، و
المهندسين دائما ما يتناولون اللوحات والرسومات الإلكترونية، فكيف أتعرف على شكل أو على ما يمثل المكثف؟ هو هذا الشكل، يمثل بهذا الشكل، خطين متوازيين أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل، بهذه الأشكال المختلفة. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الذي عليه سهم يشير إلى أن هذا المكثف مكثف متغير، وكل هذه أشكال متناولة في اللوحات الإلكترونية. طيب، المكثف كما قلنا هو أداة لتخزين الشحنات الكهربية. طيب، هل كل المكثفات لها نفس السعة؟ أي تقدر تخزن الشحنات نفس الشحنات؟ طبعا لا. هناك يعني على سبيل المثال لو قلنا جرشة الماء، هناك جرشة ماء لها سعة 1 لتر، جرشة لها نص لتر، جرشة لها 200 مل. كذلك المكثف حيث أنه مكان لتخزين الشحنات فله سعة، ما يسمى بالسعة. إذا سعة المكثف هي قدرته، مدى قدرته على تخزين الشحنات الكهربية. هي قدرة المكثف على تخزين الشحنات الكهربية. طيب رمزها ايه؟ هي كاباسيتنس بالانجليش، فخدنا اول حرف فيرمز لها بالرمز سي، سي كابيتال، ووحدة قياسها الفاراد. فهل يا ترى وحدة القياس الفاراد ما فيش اصغر منها؟ لا، وهو في مكثف اقل من الفاراد، وفي مكثف سعته 1 على مليون من الفاراد، او ما يسمى بمايكرو فاراد، وفي 1 على مليار من الفاراد، وهكذا. وهنا البادئات العلمية التي درستها في الصف العاشر إن شاء الله تستفيد منها، وما يسمى بأجزاء الفراغ. المايكرو فراغ 10^-6، النانو فراغ 10^-9، البيكو فراغ 10^-12. يجب أن تكون على علم أو على دراية بهذه الأجزاء من وحدة قياس سعة المكثف. تدريب، ما هي وظيفة المكثف؟ قلنا أنه كما تعرفون أداة لتخزين الشحنات الكهربية. إذن أي إجابة من هذه الإجابات وظيفته إيه؟ تخزين الشحنات الكهربية. ما عدد أطراف المكثف؟ حيث أنهم اللوحين، برافو عليك، تمام، حيث أنهم اللوحين موصلين، إذن يجب أن يكون له طرفان، فإذن هو له طرفان. كيف يمكن حساب السعة؟ كيف يمكن حساب السعة؟ يمكن حساب السعة من هذه العلاقة C يساوي Q over V أو تقسيم V، حيث أن الـ Q هي الشحنة والـ V فرق الجهد بين اللوحين الواقع على اللوحين، و C هي سعة المكثف. ويجب أن نفرق هنا أن السعة، أن الـ Q والـ V أو فرق الجهد هنا ليس جهد البطارية، ولكنه الجهد الناتج عن الشحنات الموجودة على لوحي المكثف، وسنرى إن شاء الله في المسائل أو في التدريبات القادمة. مكثف مشحون بشحنة مقدارها 1.1 × 10⁻³ كولوم. يجب أن تفرق ما بين سي للسعة وسي للكولوم، كلاهما نفس الرمز، فلا يعني أرجو ألا يحدث اختلاط أو نسيان. الكولوم رمزه سي أيضا. وفرق الجهد بين اللوحين في بيساوي 5 فولت، أوجد مقدار السعة. طبعا بالضبط السي بيساوي كيو على في، سي بيساوي كيو على في، ومجرد تعويض مباشر ينتج نوجد قيمة السعة كما ترون. تدريب آخر، ما هي وحدة قياس السعة؟ وحدة قياس السعة، ها رد علي، بالضبط الفراغ، ممتاز. ما هي قيمة النانو فراغ؟ بالضبط، تمام، طلابي الممتازين 10^-9 هي تمثل النانو فراغ. تم شحن المكثف بشحنة مقدارها 3.2 × 10^6 كولوم باستخدام بطارية قوتها الدافعة كذا، ما قيمة سعة المكثف؟ ها حد يرد علي، ها القانون بيقول ايه؟ ايوه سي بتساوي
كيو على في، وبالحاسبة مباشرة كلكم طلاب علمي، هذه الحسابات لا تمثل لكم مشكلة إن شاء الله. ننتقل إلى جزء آخر وهي العوامل التي تؤثر على السعة. في الجزء الأول احنا حسبنا السعة من الشحنة الواقعة الموجودة على اللوحين وواقع الفولت الموجود الناتج نتيجة هذه الشحنة. هنا السعة بمعنى آخر وبطريقة أخرى، أي العوامل التي تعتمد عليها السعة، زي أي شيء في الدنيا له سعة، كما قلنا جرشة الماء تختلف، الغرفة التي نحن فيها تختلف عن غرفة أخرى، البناية التي نحن فيها تختلف عن بناية أخرى، كذلك المكثف بعضها كبير وبعضها صغير. فما هي العوامل التي تؤثر في سعة المكثف؟ هو أول شيء مساحة سطح كل من لوحي المكثف ويرمزنا بالرمز A، جاي من كلمة area، المسافة الفاصلة بين اللوحين دي، المادة العازلة أو ما يسمى بثابت العزلة. مما سبق يمكن أن تكتب هذه العلاقة رياضيا، C يساوي A إبسلون، هذا الرمز يسمى إبسلون R أو إبسلون صفر، إبسلون R إبسلون صفر في الA تقسيم الD، والإبسلون صفر هو عازلية أو ثابت العزلة أو ثابت أو ثابت النفاذية. ليه؟ ليه؟ الهواء والإي آر هو ثابت النفاذية للمادة العازلة الموجودة، وإذا كان الهواء فقط هو الموجود بين لوحي المكثف فإن إي آر في هذه الحالة تساوي الصفر. ننتقل إلى تدريب مثال، احسب سعة مكثف أبعاد كل من لوحي 1/10 متر ضرب 1/10 متر. هنا لم يعطني المساحة مباشرة ولكن أعطاني الأبعاد، وحيث أن هذا اللوح من هذه العلاقة يطلع أن اللوح مربع الشكل، ومساحة المربع يساوي الطول ضرب العرض، وفي المربع الطول يساوي العرض، إذن هذه هي المساحة، والمسافة الفاصلة هي 5 ملي متر. يجب أن تلاحظ أنه أن المسافة يجب أن تكون بالمتر وليس بالملي متر. وهنا إبسلون صفر يساوي هذا الرقم وهو ثابت. من الملاحظ أن ما يفصل بين اللوحين هو الهواء وليس مادة عازلة. ننتقل إلى القانون، السي بيساوي إبسلون صفر في إبسلون آر ضرب A على الدي، تعويض مباشر، هنا الإبسلون آر يساوي 1 لأنه الذي يعزلهما هو الهواء، يعزل اللوحين هو الهواء، إذن إبسلون الإي آر هي 1 في هذه الحالة. هذه العملية عملية رياضية بسيطة تستخدم فيها الحاسبة، وإن شاء الله لا تمثل مشكلة بالنسبة للكثير منكم. ننتقل إلى أنواع المكثفات من حيث السعة، هل هذه السعة متغيرة أم ثابتة؟ إذا كان بهذا الشكل مكثف ثابت السعة يرمز له بهذا الرمز ويكون له في الشكل العملي هذا الشكل، أو الشكل التجاري أو المتداول يكون شكله بهذا الشكل، المكثف متغير السعة يرمز له في الرسم بهذا الشكل، ولكن في الحياة العملية وفي الواقع العملي هو بهذا الشكل. هل تختلف أو ممكن تصنيف المكثفات بطريقة أخرى؟ نعم، أنواع المكثفات حسب المادة العازلة بين اللوحين الموصلين. إذا كانت المادة العازلة بين اللوحين الموصلين مادة كيميائية قيل أن المكثف مكثف كيميائي. إذا كان مادة سيراميكية من السيراميك اللي كنا عارفين السيراميك يسمى مكثف سيراميكي. إذا كانت مادة المايكا سمي مكثف المايكا. ومادة المايكا كلنا يعني هي تستخرج من
الجبال وموجودة في الطبيعة، مكثف البوليستيرين، وطبعا البوليستيرين هو مادة بلاستيكية. أيضا يوجد مكثف ورقي، إذا وضعنا بين اللوحين الموصلين ورق فقيل أن المكثف مكثف ورقي. استعمالات المكثفات، طبعا إذا أردت أن تتأكد من الأشكال التي رأيتها، المكثفات في كل شيء حولنا، في كل شيء إلكتروني حولنا، التلفزيون، الراديو، التليفون الذي تحمله، الكمبيوتر، يعني استخداماتها لاحظت، الكاميرا التي تصورنا الآن. يستخدم المكثف الكيميائي في الشحن، في الشحن والتفريغ في دوائر التنعيم، دوائر التنعيم اللي هنتعرف عليها بعد شوية إن شاء الله. المكثف الكيميائي كبير السعة في فلاش الكاميرا، في محطات لتوليف المحطات في التلفزيون وفي الراديو، في كجهاز ضبط وقت في دوائر الإلكترونية في الكمبيوتر يعني، وفي أجهزة الإنذار. إذن كل ما شئت في استخدامات المكثفات الكهربية، حيث أنه جهاز تخزين الشحنات، فكيف يشحن؟ ها كيف يشحن؟ كيف يشحن المكثف؟ نعم بالضبط، يشحن بتوصيله في دائرة بها بطارية كهربية، مصدر الكهرباء، ويكون تكون دائرة الشحن بهذا الشكل. هذه بطارية، وهذه هذه دائرة الشحن، وهذه دائرة التفريغ. فإذا تم فصل هذا المفتاح وتوصيله إلى هنا إلى السي، يمر تيار كهربي في المقاومة وفي وحتى يشحن كلا اللوحين. طبعا هذا اللوح المباور المتصل بالجزء الموجب في البطارية يشحن بشحنة موجبة، واللوح الآخر المتصل بالجزء الطرف السالب يشحن بالشحنة السالبة. سلوك الشحنة مع الزمن، هنا لو مثلنا الشحنة مع الزمن هنلاقي ان الشحنة قيمتها تزيد مع الزمن الى ان تصل الى قيمة لا تتعداها، وهي سعتها، يعني اصبحت لا تستوعب اي شحنات اخرى، تزيد عدد الشحنات في المكثف الى ان لا يستطيع ان يستوعب اي شحنات اخرى، وهذا يسمى القيمة العظمى للشحنة. ننتقل إلى عملية التفريغ. إذا أردنا التفريغ نعود إلى الدائرة مرة أخرى. إذا أردنا تفريغ المكثف نفصله عن البطارية بهذا الشكل الموجود عليه الآن، يمر التيار في المقاومة ويتم تفريغ المكثف. طيب كيف يكون مخطط الشحنة مع الزمن؟ كيف؟ هل يزيد برضو ولا ينقص؟ بالضبط ينقص، عكس الشحن، ينقص إلى أن يصل إلى إيه؟ إلى الصفر. معنى كلمة تفريغ إن أنا بأخذ الشحنات من المكثف، إذا بيفرغ، يعني تصبح الشحنة صفر. هذا مخطط التفريغ للمكثف، الشحنة عند قيمتها العظمى ثم تصل إلى الصفر. ننتقل إلى موضوع آخر في الإلكترونيات، وهو مجزئ الجهد. وكلمة مجزئ الذي يقسم، يعني لغتنا العربية الحمد لله لغة معبرة، فمن يفهم اللغة العربية لا يحتاج كثير من الشرح. مجزئ الجهد أي الذي يقسمه. فمجزئ الجهد هو عبارة عن مجموعة من المقاومات متصلة على التوالي وتستخدم لتجزئة الجهد، لتقسيم الجهد. فهنا الجهد الداخل قسم على هذه المقاومات كل حسب قيمته. المقاومة الكبيرة تأخذ جهد كبير، المقاومة الصغيرة تأخذ جزء من الجهد الداخل صغير، ولذلك سمي مجزئ الجهد. فإذا أردنا أن نحسب نصيب المقاومة R2 من الجهد الداخل VN، إذا أردنا أن نحسب نصيبها أو الجهد الخارج عليها، فنستخدم هذه العلاقة الـ V out أو الجهد الخارج.
اللي هو في نفس الوقت هنا في الحاله دي في 2 في 2 لانه الجهد الفي ان اتقسم على المقاومتين فاصبح في 1 وفي 2. اذا في 2 بيساوي ار 2 على ار 1 زائد ار 2 ضرب في ان. تعال ناخذ مثال احسب جهد الخارجي في دائرة مجزأ الجهد الموضحة في الشكل. هنا المقاومة R1 بتساوي 10 كيلو أوم، والمقاومة R2 بتساوي 20 كيلو أوم. أنا أستطيع بدون حسابات وبالعقل البسيط جدا يمكن من دون قانون أن أحسب كم تأخذ هذه، كم تأخذ هذه المقاومة، كم تأخذ هذه المقاومة، لأن المقاومة R2 هي ضعف المقاومة R1، لأن دي 20 ودي 10، فنسبتهما لازم واحدة فيهم هتاخد ضعف التانية. فأنا أقدر أقول لك إنه R2 هتاخد 8 و R1 هتاخد الباقي. إحنا عندنا 12 فولت، خدنا منهم 8 على ده، يبقى ده يفضل له كام؟ يفضل 4. تمام؟ أنا هنا محدد لك إنك بس تحسب لي الواقع على R2، يبقى هنطبق القانون في اوت بتساوي في 2 سوي ار 2 على ار 1 زائد ار 2 في في ام. نكمل ار 2 ب 20,000، ليه حطينا 20,000؟ طبعا لانها هنا بالكيلو او، فالكيلو هو 1000. 20,000 على 10,000 زائد 20,000 في 12 زي ما قلنا هتساوي 4 8 او. طب هب ان انا قلت لك حدد لي، او لو انا حددت لك قلت لك احسب لي الجهد الداخل الخارج هنا، يعني لم اضع هذه العلامات التي توحي لك انني اريد منك ان تحسب الجهد على R2. في هذه الحالة القانون هل يكون بهذا الشكل؟ ايوه، هيختلف اختلاف بسيط، هنسميه برضو في اوت، هتساوي في واحد بقى هنا، لان انا قلت لك هنا حددت لك على ده مش على ده، يبقى هتساوي ار واحد على ار واحد زائد ار ايه 2 ضرب الفي ان، يعني هيساوي 10,000 اوم على 10,000 اوم زائد 20,000 ضرب 12، وبالحاسبة بالضبط هيساوي ايه 4 فولت. اذا يجب ان تلاحظ اين اريد منك ان تحسب الجهد الخارج. انتقل الى جزئية اخرى وهي المقاومات التي تستخدم في مجزئ الجهد. يعني هنا كانت مقاومات عادية، هذه مقاومة عادية وهذه مقاومة عادية. هل يمكن أن نستخدم مقاومات يعني غير تتأثر بالحرارة أو تتأثر بالضوء على سبيل المثال؟ نعم، المقاومات التي تستخدم في مجزئ الجهد مختلفة، ومنها مقاومة المقاومة الحرارية والتي تقل قيمتها بارتفاع درجة الحرارة. فهنا المقاومة مع درجة الحرارة، نلاحظ أن المقاومة تقل كلما ارتفعت درجة الحرارة. فهل هنا هل توضع في مجزئ الجهد؟ نعم توضع في مجزئ الجهد، وهذا هو الشكل المقاومة الحرارية. هذه المقاومة تسمى مقاومة حرارية. هذه المقاومة تسمى مقاومة حرارية، وسيأتي إن شاء الله ذكرها في تطبيقات مختلفة. نكمل
استخدام المقاومة التي تعتمد على الضوء وتسمى light dependent resistance، أي مقاومة التي تعتمد على الضوء وهي مقاومة تقل قيمتها كلما زادت شدة الإضاءة. والتعبير عنها في مغذي الجهد أو رسمها ترسم بهذا الشكل، يجب أن تكون على دراية بأن هذه مقاومة وهذه مقاومة، والتعبير بالأسهم هذا يدل على أن هذه المقاومة تعتمد على الضوء. نأخذ تدريب في الدائرة الموضحة. أجب عن السؤالين الآتيين: إذا زادت درجة الحرارة ماذا يحدث لجهد الخلق؟ ليك معايا هنا، ركز. جهد الخلق أنا محدده لك على المقاومة R2، والمقاومة دي مقاومة إيه؟ أيوة بالظبط، مقاومة حرارية. درجة الحرارة بتزيد، هذه درجة حرارتها تزيد، طيب قيمتها إيه اللي بيحصل لها؟ أيوة بالظبط بتقل قيمتها. طيب ما دام بتقل قيمتها يعني الجهد اللي بتاخده بيقل، تمام؟ طب الجهد اللي بيقل بيروح فين؟ بينتقل للمقاومة اللي جنبها، يعني اللي بينقص من هنا يروح هنا. إذا الجهد ده هيزيد ولا لا؟ الجهد الواقع على المقاومة R هيزيد ولا لا؟ أيوة هيزيد، تمام؟ يبقى إذا زادت درجة الحرارة هنا على المقاومة هذه تقل قيمتها، يقل الجهد، يقل نصيب عن الجهد، هذا النصيب يروح للي تحتها، إذا الجهد هنا هيزيد. طيب إذا تم استبدال المقاومة R1، استبدلناها R1 كانت هنا، أذكركم كانت مقاومة حرارية، هنا أصبحت مقاومة إيه؟ رد علي، مقاومة إيه؟ ضوئية. إذا تم استبدال المقاومة R1 بمقاومة من نوع LDR وقلت شدة الإضاءة ماذا يحدث؟ إذا قلت شدة الإضاءة قيمة المقاومة بيزيد ولا بيقل؟ قيمة المقاومة بيزيد ولا بيقل؟ رد علي، يزيد، ما دام قلت الإضاءة تزيد قيمة المقاومة، وما دام زادت قيمة المقاومة يبقى الجهد الواقع عليها زاد ولا قل؟ طبعا يزيد، بزيادة المقاومة يزيد الجهد الواقع عليها، طالما الجهد الواقع عليها زاد إذا هي خدت جزء كبير من الجهد الداخل، يعني الجهد اللي أنا محددهولك ده يقل، تمام؟ نصيبها هو زاد، يبقى اللي تحتها على طول أنا محدد لك عليه يقل، إذا الإجابة بالظبط يقل الجهد الخارج على R2. ننتقل إلى موضوع الوصلة الثنائية أو الدايود، وهو جهاز من أشباه الموصلات، الموصلات يستخدم لإمرار التيار في اتجاه واحد ولا يسمح له بالمرور في الاتجاه الآخر، وهي في أبسط حالتها في أبسط صور هي عبارة عن بلورتين أحدهما بوزيتيف والأخرى نيجاتيف. البوزيتيف اللي هي موجبة ويرمز لها برمز P، والأخرى السالبة يرمز لها برمز نيجاتيف، ونلصقهم ببعض. إذا ألصقا لتكون ما يسمى بالجهد الحاجز أو depletion layer، وهي منطقة خالية من الشحنات، إلا من شحنات سالبة في الجزء الموجب وشحنات موجبة في الجزء السالب، وهذا خارج موضوع الدراسة، إن شاء الله تدرسوها في كلية الهندسة إن شاء الله. ولكن المطلوب أن تكون على دراية بأن هذه الوصلة من مادة شبه موصلة مطعمة ببعض الشوائب التي تحولها إلى بلورة موجبة أو بلورة سالبة. طيب هي تسمح للتيار بالمرور في اتجاه ولا تسمح له بالمرور في اتجاه الآخر؟ على حسب إيه؟ على حسب التوصيل. فطريقة التوصيل يا إما انحياز أمامي، في هذه الحالة يكون الطرف الموجب للبطارية موصل بالطرف الموجب للوصلة، والطرف السالب موصل بالطرف بالجزء السالب من الوصلة، وهذا بالمناسبة طبعا رمز الوصلة الثنائية. في هذه الحالة يمر التيار، إذن
في الانحياز الامامي او التوصيل الامامي يوصل طرف البطاريه الموجب بالطرف الموجب للوصله الثنائيه او الدايود، والطرف السالب للبطاريه بالطرف السالب للوصله الثنائيه. وفي هذه الحاله يمر التيار الانحياز العكسي. يتم توصيل الطرف الموجب بالطرف السالب للوصله، طرف الموجب للبطاريه بالطرف السالب للوصله الثنائيه، والطرف السالب بالطرف الموجب للوصله الثنائيه. وفي هذه الحاله نلاحظ هنا ان المنطقه المحرمه تتسع، وهذا خارج موضوعنا، ولا يعني ان شاء الله لزياده المعلومات هو هذه المنطقه التي تمنع مرور التيار، فالانحياز العكسي لا يمرر التيار. طيب التطبيقات او الاستخدامات، تقويم نصف موجي باستخدام وصله واحده. كلنا يعلم ان التيار اللي داخل او التيار اللي تستخدمه عندك في البيت على شكل موجه، يعني هو متغير الاتجاه، التيار متغير الاتجاه او قيمه، فيرمز له بهذا الرمز. فهذا هذا رسم توضيحي للتيار بنشوفه بجهاز رسم الزلزالات، يدخل على دائره تحتوي على وصله واحده ثنائيه. نجد هنا ان الخارج، ان التيار الخارج هو في الجزء الموجب فقط، الجزء الموجب هو الذي يمر فقط، فنصف موجه ونصف موجه، النصف السفلي لم يمر. هنا بصوره اكبر هذا هو التيار او الجهد الداخل. التقويم نصف موجي يعني نصف الموجه العلوي فقط هو الذي يمر والنصف السفلي لا يمر، لانه النصف السفلي في هذه الحاله يمثل انحياز عكسي. اذا تقويم النص موجي يتم باستخدام ايه؟ وصله ثنائيه واحده كما ترى في هذا الاول. ايه؟ تمام؟ ننتقل الى الاستخدام الاخر، التقويم الموجي الكامل باستخدام قنطره من اربعه وصلات ثنائيه. عايزين، ما ينفعش ان انا ادخل او ينفذ عندي نص الموجه والنص الاخر يبقى مهدر عندي. فبستخدم وصلة من أربع قنطرة من أربعة وصلات ثنائية بتحول لي الجهد الداخل أو التيار الداخل. هذا هو شكل التيار الداخل، الجهد الداخل أو التيار الداخل، كلاهما له نفس الشكل، دالة جيبية. الجهد الخارج يكون بهذا الشكل على شكل منشار أو أسنان منشار. في هذه الحالة يكون التيار، بنقول إنه هو أصبح موحد الاتجاه لأنه أصبح كله في الجزء الموجب أو في اتجاه الموجب. إذا التقويم الكامل، للحصول على تقويم كامل للموجة نستخدم قنطرة من أربعة وصلات ثنائية. ننتقل إلى التدريبات. في الدائرة الموضحة أجب عن السؤالين الآتيين: ما نوع توصيل الوصلة الثنائية؟ هنا الطرف السالب مع الطرف الموجب للبطارية، هذا التوصيل يسمى توصيل انحياز عكسي ولا أمامي؟ بالضبط عكسي، إذا أستنتج أنه لن يمر التيار، فهنا انحياز عكسي. تمام بالضبط. طب هل يمر التيار؟ لن يمر التيار. ما تأثير ذلك على التوصيل على إضاءة المصباح؟ تنعدم الإضاءة. بناء على الشكل الموضح أجب عن السؤالين الآتيين: اذكر استخداما واحدا للتوصيل الوصلات الثنائية بهذا الشكل، هذه القنطرة، فيما تستخدم؟ تمام، في الحصول على تيار موحد الاتجاه اللي هو قلنا في جزء الموجب، الحصول على تيار موحد الاتجاه. ما نوع التقويم الناتج؟ نسميه في الحاله دي تقويم ايه؟ تقويم بالظبط، تقويم، ها، نص موجي ولا موجي كامل؟ موجي كامل. الله يفتح عليكم ويجزيكم خير.
ننتقل الى موضوع اخر وهو الترانزستور. والترانزستور جاي في مقطع تراد يعني ثلاثي، هو كلمه اغريقيه او لاتينيه. ترانزستور هو وصله ثلاثيه وليست ثنائيه. الوصله الثنائيه كانت باللورتين، احدهما موجبه والاخرى سالبه. هنا ثلاث بلورات، احدهما يا اما احدهما موجبه والاخريتين سالبتين او العكس. ترانزستور من نوع ان بي ان، اي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، بلورتين من شبه موصل من النوع ان السالبه تحصران بينهما ايه البي في النص البوزيتيف اهي. هذا هو الشكل الواقعي لها، نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. وفي الرسم اللوحات الالكترونيه ترسم بهذه الطريقه. يسمى الجزء الواقع في المنتصف البيز، والمصدر الرمزي بي كابيتال، واحد الطرفين يكون المجمع والاخر يسمى الباعث او المشع. المجمع كولكتور حرف السي، والباعث اميتر حرف الاي كابيتال. وهنا ايضا في الشكل الواقعي هذا الاميتر وهذا الكولكتور القاعده. اذا يرمز للاميتر او يميز عن الكولكتور بسهم خارج الى الخارج اذا كان النوع ان بي ان، وداخل اذا كان بي ان بي، وسنرى فيما يلي. ترانزستور بي ان بي في المنتصف باللورة نيجاتيف او سالبة، وعلى الطرفين باللورة باللورتين موجبتين، ونفس المفاهيم القاعدة المجمع الباعث، وترسم بهذا الشكل. ولكن هنا الاختلاف الوحيد ان الشعاع او السهم المميز للباعث يتجه نحو ناحية القاعدة. هنا تدريب بسيط حتى لا ننسى ما عدا اطراف الترانزستور. ما عدا اطراف الترانزستور طبعا بالضبط سؤال سهل وكلنا ان شاء الله نقدر نجاوب عليه بسهوله جدا من الرسم حتى. القاعده المجمع الباعث، اذا ثلاث اطراف. في الشكل التالي اجب عن الاسئله التاليه، ما اسم هذا الجهاز؟ بالضبط ترانزستور. ما نوع الجهاز؟ هنا بقى هو ترانزستور، كلنا يعلم انه ترانزستور، ولكن من اي نوع؟ بالضبط ان بي ان. الطرف ايه ماذا يسمى؟ بالضبط اميتر او باعث او مشع. كيف يعمل الترانزستور؟ في هذه الدائرة تقدر تقول لي ما مكونات ده؟ دي ايه؟ بالظبط بطارية 6 فولت. رمز المصباح ده مين؟ ترانزستور صح؟ تمام. هل سيضيء المصباح؟ متوصلين اهو. هل سيضيء؟ بالظبط. لا طبعا. هو مش منور اهو. لم يضيء اهو. مع انه متوصلة. الترانزستور بيقفل الطريق؟ بيشتغل مفتاح. تعال نشوف كيف يعمل هذا الجهاز. هنا وضعنا ما بين القاعده والباعث بطاريه صغيره. هنا 6 فولت، حطينا هنا بطاريه صغيره. هذه البطاريه سمحت او جعلت البوابه كانه هذا الجهد الواقع ما بين البيز والباعث هو بمثابه واحد بيخبط على الباب عشان تفتح له. فهذا الجهد يساعد على ان يجعل القاعده تفتح الطريق لمرور التيار الى المصباح. طيب يا ترى هل من العمل ان انا استخدم بطاريتين في الدائره الواحده؟ طبعا مش عملي، ولكن بيستعاض عنها. احنا ناس بتوع علم،
يستعاد عنها بوسيلة أخرى، وهي استخدام من الممكن، نعود إلى الموضوع مرة أخرى، من الممكن بدل هذه البطارية أن أستخدم مقاومة، وممكن هذه المقاومة تكون عادية أو مقاومة حرارية أو جوية، وسيأتي إن شاء الله تطبيقات على الترانزستور والمقاومة الحرارية والضوئية. هنا تدريب في الشكل الموضح أجل عن السؤالين التاليين، ما نوع الترانزستور؟ هنا السهم خارج، إذا ده من نوع إيه؟ من نوع أي نوع؟ بالظبط تمام، ان بي ان، لان السهم خارج، سهم الاميتر خارج الى الخارج، من القاعده الى الخارج. عندما عند غلق المفتاح اس صفحة في المصباحين ال1 وال2 عند غلقه عشان يمر التيار، تلاحظ هنا انه لا توجد اي لا بطاريه ولا مقاومه بين البيز وبين الاميتر، اذا هنا ينطفئ المصباح يعني لن يضيئه، لانه شرط اساسي ان يكون واقع ما بين الاميتر والقاعده، يكون هناك فرق جهد. هذا الفرق الجهد يا اما يولد يا اما ببطاريه يا اما بمقاومه تدمج بين القاعده والمشع. فالدائره هذه احد تطبيقات الترانزستور كمفتاح حساس للضوء. هذه وصلة ثنائية من النوع الذي يعطي ليت، يعطي ضوء، كالوصلة الثنائية التي تستخدم في الريموت، ريموت التلفزيون عندك في البيت، عندكم في البيت اللمبة التي تضيء أثناء استخدام الريموت، هذه وصلة ثنائية بس نوع يشع أو يعطي ضوء. فهنا نلاحظ أن ما بين القاعدة والإميتر يوجد مقاومة LDR، أي مقاومة تعتمد على الضوء. هذه كلما زادت هذه المقاومة يزيد الجهد الواقع بين القاعدة والإميتر، أي يسمح بمرور التيار فتضيء الوصلة الثنائية أو التي تمثل في هذه الحالة مصباح. إذا ما وظيفة الترانزستور في هذه الحالة؟ مصباح، مفتاح حساس الضوء، ولا مفتاح حساس الحرارة، ولا مكبر، ولا مفتاح تأخير زمني؟ هنا الفيصل هنا أن المقاومة الواقعة بين القاعدة والمشع مقاومة تعتمد على الضوء، إذا المقصود من وظيفة هذا الترانزستور في هذه الحالة هو مفتاح حساس للضوء. ممتاز. ننتقل إلى تدريب آخر أو إلى موضوع آخر، البوابات المنطقية، وإن شاء الله تكون هذه الخاتمة بالإضافة إلى جزء بسيط عن الحرارة. البوابات المنطقية، البوابة الأولى هي بوابة من النوع نوت، وهي النافية. البوابات المنطقية هي دوائر كهربية يكون الدخل لها على الأقل دخل واحد، ويكون الخارج دائما خارج واحد، ولكن الدخل يكون دخل او اكثر من دخل. فهنا في بوابة نوت هي البوابة الوحيدة التي يكون دخلها دخل واحد وخارجها خارج واحد الواكيو، وهي البوابة النافية اي تعكس ما يدخل اليها. فاذا كانت دخل واحد يكون الخارج صفر، واذا كان الدخل صفر يكون الدخل يكون الخارج واحد. ونعلم جميعا ان ما يقصد ب واحد هو مرور تيار، والصفر اي عدم مرور تيار. ننتقل لبوابه اند. بوابه اند رمزها بهذا الشكل، ولها دخلان A والB، والخارج دائما كما قلنا الكيو وهو خارج واحد. وهذه البوابة تشترط أن يكون حتى يمر تيار، أي يكون عند الكيو خارج واحد أو تيار أو جهد حمل، يكون الدخل A والدخل B كلاهما أون أو يمرر التيار. غير ذلك
يكون دائما الخرج يساوي صفر. البوابة or ويصلح بهذا الرمز، وتعطي الخرج دائما واحد إلا في حالتين إذا كان A و B يساوي الصفر، أي أن أحدهما يمرر الطيار يكفي لأن يكون الخرج، إذا مرر أحدهما الطيار يكون كافيا لأن يكون الخرج واحد. البوابة ناند، ناند يعني and not، يعني نفي الخارج من البوابة and، ويكون رمزها بهذا الشكل وجدول الحقيقة لها بهذا الشكل. إذا كان الـ A صفر والـ B صفر في and، طبعا هيدينا صفر عكس الصفر لأنه في هنا نفي، الدائرة المنتهية هنا، هنا الدائرة تعني النفي أو اختصارا لنوت. فصفر وصفر في and يدينا صفر، عكسها يبقى ايه؟ يبقى 1. الصفر دائما ما اقول لطلابي صفر يعني اوف، الدائرة اوف، و 1 يعني اون. فاذا قلنا هنا اون اوف في and هيدينا اوف، عكسها برضو 1 عكسها اون. 1 اون صفر او اون اوف في and اوف، عكسها اون. اون اون عكسه اوف. ننتقل الى البوابة نو، هذا هو الرمز. نور نفي اور، اور نوت، الخارج من بوابة اور ينفى بنوت. اوف اوف ون، اوف اون اوف، اوف اون اوف. ليه اوف؟ ها ايوه، لان اوف اون و اوف في اور اون عكسه اوف، وهكذا. الاكزور بوابة اكزور هي نفس اور ولكن مع استبعاد ان يكون الدخل A و B مع بعض on، يعني في حالة A و B on on في or كان بيدينا في or، ها دينا ايه في or؟ دينا one او on. هنا في xor صفر، xnor عكس xor بالضبط، عكسها على مباشرة. ننتقل إلى تدريب هنا، ويجب أن تشاركوا معي. ما اسم هذه البوابة؟ بالضبط نوت. ما اسم هذه؟ نور. وهذه أو. صفر صفر يجب كما اتفقنا أن نكون واصل لك ان صفر اي اوف، صفر وصفر. بالنسبه للاي الاولا، الصفر يمر على الاي فيصبح 1 مباشره، يصل الى البوابه اور، فبصرف النظر عن نتيجه هذه البوابه انا متاكد ان الناتج سيكون اون. صفر يمر ايضا هنا يتحول الى واحد، صفر وواحد، صفر وواحد على نور يدينا صفر، الناتج واحد. صفر يمر واحد ايضا، واحد وواحد، واحد واحد اور تعكس مع اور دينا واحد تعكس، يبقى صفر صفر وواحد هيدينا برضو واحد. هنا الـ A واحد يمر على النوت يتحول إلى صفر، صفر الـ B والـ C صفر، صفر صفر مع أور صفر، عكسها لأن هذه نور تحول إلى واحد، إذن صفر واحد مع أور يديني واحد. واحد مع الـ A واحد
يعبر نط يتحول الى صفر. واحد وصفر مع اور، واحد وصفر مع نور يتحول الى صفر. صفر وصفر، صفر صفر وصفر مع الاور تحول الى صفر. كيف يتحول الى مسألة اخرى؟ واحد هنا الاي واحد يعبر النط يساوي يتحول الى صفر. صفر وواحد مع الاور صفر، صفر وصفر مع اور صفر. والاي واحد يعبر النط يتحول هنا الى صفر. واحد واحد، واحد واحد مع النور صفر، صفر وصفر صفر. ننتقل الى تدريب اخر. وهو ما يسمى بنظام ثنائي الاستقرار. نظام ثنائي الاستقرار يتكون من بوابتين من نوع نور، نور خرج احدهما دخل الاخرى. فالبوابة العلوية هذه الاولى خرجها يدخل الى البوابة السفلية هذه، وخارج هذه البوابة ينتقل إلى البوابة العلوية. ملخص هذا السيستم أو هذا النظام، إذا كان الخارج، إذا كان داخل البوابة العلوية S يساوي صفر، يجب أن يكون الخارج عندك U، هو الخارج الوحيد للنظام هو Q. يكون الخارج عندك U صفر إذا كان الخارج، إذا كان الداخل عند S يساوي صفر. ويكون الدخل او يكون الخارج عند Q يساوي واحد اذا كان الدخل عند S يساوي واحد. طيب فيما يستخدم هذا النظام؟ يستخدم هذا النظام في تخزين المعلومات في الكمبيوتر على شكل مجموعات من صفر وواحد. نظام متعدد الذبذبات، وهو يتكون من بوابتين من نوع نط، نط ونط. إذا لم يوجد لا مقاومات ولا مكثفات يكون خارج هذا النظام إما صفر ثابت على طول، وإما واحد ثابت على طول. صفر يعني أوف، يعني تكون الدائرة مغلقة. واحد على طول يعني تكون الدائرة أون. ماذا يحدث إذا أدمجنا في كما في الشكل مقاومات ومكثفات بهذا الشكل؟ تتذبذب قيم الخارج ما بين صفر وواحد، اي اون اوف اون اوف. والتذبذب هذا يعتمد على قيم المقاومات وقيم المكثفات. فاذا كانت قيم المقاومات كبيره اي انها ستعيق مرور التيار، واذا كان المكثف ايضا كبير هذا معناه ان المكثف سياخذ وقت حتى يشحن. فهنا يكون التذبذب بطيء، اي التغير ما بين اون اوف او صفر وواحد بطيء. طيب اذا كان المقاومه صغيره والمكثف صغير السعه، سعته صغيره يعني سهل الشحن، لا ياخذ وقت في الشحن. في هذه الحاله يكون التذبذب ما بين اون واوف او صفر وواحد سريع. ففي حاله سرعه التذبذب اي ان التردد عالي، وفي حاله التذبذب بطيء هنا يسمى او يكون التردد بطيء او صغير. طيب في حاله الترددات المرتفعه له استخدام، وفي حاله الترددات المنخفضه لهذا النظام استخدام. في حاله التردد العالي يستخدم في دوائر التحكم الزمني للعمليات في الكمبيوتر. في حاله الترددات المنخفضه يستخدم في مصابيح الانتظار في السيارات. وننتقل إلى موضوع آخر وهو تدريب. الدائرة التالية تمثل متعدد ذبذبات، كيف يمكن التعديل في الدائرة بحيث تستخدم كمؤقت زمني للعمليات في الكمبيوتر؟ قلنا تمام. كما ذكرنا الترددات العالية تناسب الكمبيوتر. طيب لكي أحصل على ترددات عالية يجب
أن تكون قيمة المقاومة صغيرة وقيمة المكثفات أو سعة المكثفات أيضا صغيرة. فأي الإجابات هنا تناسب هذا الوضع؟ نحن نريد أن نستخدمها في مؤقت زمني يعني تردد عالي. هل زيادة قيمة المقاومة وسعة المكثف؟ طبعا لا، يبطئ هذا التردد. زيادة المقاومة يبطئ. إذن تقليل قيمة المقاومات مع تقليل قيمة سعة المكثفات، وهذه هي الإجابة الصواب. تدريب: نظام إلكتروني يعمل فقط إذا تم ضبط المفاتيح A و B و C. هذا النظام طبعا هو طالب مني أن أنا أصمم هذا النظام A و B و C، فأنا افترضت A و B و C هذه المداخيل. بطريقة صحيحة تقوم البوابة بالعمل بحيث يكون هناك خرج واحد ION تفتح الدائرة، يعني إذا كان المفتاح A و B في وضع التشغيل يعني كلاهما هما الاثنين، أو المفتاح A في وضع عدم التشغيل صفر يعني أوف، والمفاتيح B و C في وضع التشغيل. صمم بوابة منطقية تعطى أو تعطي نفس المخرجات السابقة مع رسم جدول الحقيقة للبوابة المطلوب. هنا أهمس في أذنك، دائما خرج البوابات المنطقية حيث أنها تتذبذب، فإن المناسب أخذ بوابة من نوع OR في النهاية، ثم بطريقة ما أوالف أو أضع بعض البوابات حتى تناسب ما يطلبه مني في التصميم. هنا يقول الـ A والـ B كلاهما يعمل، فتصورت أن بإدماج بوابة من نوع AND مع بوابة من نوع OR يعطي المطلوب، وكانت كلمة السر A AND B. هنا صممت هذه الدائرة بهذا الشكل وتم اختبارها جدول الحقيقة لها، فتبين أنها تعطي المطلوب. إذا كان المفتاح A و B في وضع التشغيل، هنا جدول الحقيقة A وضع التشغيل و B في وضع التشغيل، أي A يساوي 1 و B يساوي 1، والC طبعا هو هنا أوف أو يساوي 0. الناتج إذا كان A يساوي 1، لنختبر، إذا كان A يساوي 1 و B يساوي 1، A يصل إلى OR، فتأكد إذا وصل إلى OR تيار فإنه يمر مباشرة حتى ولو كان من دخل من أحد الدخلين، و C 0 1 و 0 مع أن 0 لن يهم، هنا سيصل 0 ولكن لا يهم لأن 1 يكفي، سيمر التيار ويكون ON. في الحالة الثانية التي وردت في السؤال، أو المفتاح A في وضع عدم التشغيل، هنا A في وضع عدم التشغيل، والمفاتيح B و C في وضع التشغيل، B و C في وضع التشغيل أي ON ON. في هذه الحالة ON ON مع AND هيبقى ON، واحد يمر، وصل إلى الـ OR تيار من فرع واحد أو من مدخل واحد يجب أن يكون الخارج ON أو يمر التيار، وفي هذه الحالة أيضا يمر التيار، إذن المطلوب قد حقق. ويمكنك أن تبدل هذه الأماكن بحيث أن تضع هنا البي وهنا السي وهنا الـ A أو أي وضع، ستجد أن المطلوب محقق أيضا. ننتقل إلى تدريب آخر في نظام إشارات المرور. يتم استخدام بوابات منطقية كجزء من نظام تحكم. يعمل نظام التحكم إذا كان هناك خرج يعني مر تيار عند المخرج D، وهذا يحدث في حالة ألف أو A
الاشاره الضوئيه حمراء، يعني نقول ان النظام هذا يعمل اذا كانت النظام اذا كان ايه اشاره حمراء، او الاشاره الضوئيه ايه خضراء والاشاره سي وبي حمراء. يمكنك اعتبار ان الضوء الاحمر يعني صفر وان الضوء الاخضر يعني واحد. صمم بوابه منطقيه تقوم بالوظيفه السابقه مع رسم جدول الحقيقه للبوابه. أحمث في أذني. البوابة الأخيرة يجب أن تكون من نوع O، هذا مفتاح للحل. ثم تبدأ بوضع بوابات من التي عرفتها وتجرب عليها الحل، عليها الشروط التي وضعها أو المدخلات، ونرى المخرجات. إذا كان هنا الإشارة الضوئية حمراء يعني صفر، إذا هناك تبادل ما بين الصفر والواحد، فيجب أن يتباهى إلي أن المدخل إيه يجب أن يكون في طريقه بوابة من نوع نط. ولتضع هنا في هذه البوابة بوابة من نوع نور. ولنجرب هنا الشروط. الإشارة الضوئية A حمراء، الإشارة الضوئية A حمراء في جدول الحقيقة، والبي والسي كلاهما يعمل أي واحد واحد. فإذا كانت الإشارة الضوئية A حمراء أي صفر، خارج البوابة نوت يكون واحد، يصل إلى البوابة O واحد، يبقى لازم النتيجة تكون واحد. ومع اختبار الـ A والـ B والـ C، البي والسي واحد واحد مع النور هيدينا صفر، يخرج صفر. هذا لا يهم لان اور تعمل بمدخل واحد مفتوح او ام احد المدخلات، يكون احد المدخلات ام. الحاله الثانيه الاشاره الضوئيه ايه خضراء والاشاره سي وبي حمراء. الاشاره الضوئيه ايه خضراء يعني تعمل اون، وبي وسي حمراء اي لا يعملان. اذا هنا الاشاره الضوئيه A واحد تمر على النط تبقى صفر، هذه البوابه نور صفر وصفر صفر وصفر يكون مخرجها واحد. اذا وصل الى الاور واحد، يبقى اذا لازم الخارج يكون واحد. اذا المحقق او المطلوب قد حقق. ويمكنك ان تضع بوابه اخرى غير اور وتجرب، فلن تجد طبعا ما يحقق المطلوب، فلن تكون الدائره او البوابات او النظام مظبوط. ننتقل الى موضوع الفيزياء الحراريه ان شاء الله، وهو جزء بسيط وسنكمله ان شاء الله، وهو على هيئة أسئلة مباشرة. أي من التالي يعبر عن طاقة الحركة بذرات وجزيئات المادة؟ يعني إما طاقة الوضع أم طاقة التفاعل أم طاقة درجة الحرارة أو الاتزان الحراري؟ نعم، درجة الحرارة. أي من التالي يعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها أو يفقدها الجسم نتيجة اختلاف درجة حرارته عن الوسط المحيط؟ يا ترى طاقة الوضع ولا طاقة الحركة ولا درجة الحرارة ولا كمية الحرارة؟ نعم، كمية الحرارة. جزء أيضا مهم في الفيزياء الحرارية وهو التحويلات ما بين السلالم أو التدريجات الحرارية. للتحويل من فهرنهايت إلى مئوي، التي بالمئوي التي سي أو تي سيلسيوس تساوي 5 على 9 ضرب كوس تي اف ناقص 32. للتحويل من مئوي الى فهرنهايت، تي فهرنهايت بيساوي 9 على 5 ضرب تي سي زائد 32. من كلفن الى مئوي، تي سي بتساوي تي كي ناقص 273. من مئوي الى كلفن، تي كي بتساوي تي سي زائد 273.
حيث تي كي هي درجة الحرارة بمقياس كلفن، تي سي درجة الحرارة بمقياس مئوي أو مقياس السيليزي، تي اف درجة الحرارة بمقياس فهرنهايت. التدريب يسال الهواء عند درجة سالب 200 سلسياس أو مئوي كم تساوي على تدريج فهرنهايت. القانون تي اف بيساوي 9 على 5 تي سي زائد 32. بالتعويض تي سي هي سالب 200 و 5 على 9 ضرب سالب 200 زائد 32 تساوي سالب 323 فهرنهايت. ننتقل إلى موضوع آخر. ما هي فكرة عمل الترمومترات؟ واذكر أمثلة. الترمومترات بنيت على فكرة تغير خاصية فيزيائية معينة مع تغير درجة الحرارة. ومثال على ذلك تغير الحجم أو التمدد. كلنا يعلم أن المواد جميعها يتمدد بالحرارة وينكمش بالتبريد. فتغير الحجم أي تمدد الحجم أو زيادته، استغلت هذه الخاصية الفيزيائية في تغير في قياس درجة الحرارة أو تصميم جهاز اللي هو الترمومتر يعتمد على تغير الحجم مثل الترمومتر الزئبقي والكحولي. فارتفاع عمود الزئبق في الأنبوب الزجاجي أو عمود الكحولي في الأنبوب الزجاجي ما هو إلا تغير في الحجم مع تغير درجة الحرارة. أيضا الخاصية الفيزيائية المقاومة الكهربية، نحن الآن يعني قبل قليل درسنا المقاومة الحرارية. مقاومة تعتمد على الحرارة، كلما ارتفعت درجة الحرارة قلت مقاومة المادة بعض المواد، وهي خاصية بعض المواد طبعا. فاستغلت هذه الخاصية في تصميم ترمومتر يسمى ترمومتر المقاومة الحرارية. إذا الخاصية هنا هي المقاومة الكهربية مع الحرارة. أيضا تغير اللون مع تغير درجة الحرارة. ومثال على ذلك ترمومتر الكريستال السائل. إذا فكرة عمل موازين الحرارة هو تغير خاصية فيزيائية مع تغير درجة الحرارة. مثال على ذلك تغير الحجم مع تغير درجة الحرارة كان التطبيق عليه المكثف الترمومتر عفوا الترمومتر الزئبقي والكحولي. تغير مقاومة كهربية مع الحرارة ترمومتر المقاومة الكهربية. تغير اللون مع تغير درجة الحرارة ترمومتر الكريستال السائل الذي يعتمد على تغير اللون بتغير درجة الحرارة. طرق انتقال الحرارة، كلنا يعلم أن للحرارة ثلاث طرق هي التوصيل وهذا خاص بالمواد الصلبة، عن طريق اهتزاز جزيئات المادة الصلبة دون انتقالها يتم توصيل الحرارة من طرف إلى طرف. الحمل وهو خاص بالموائع، حمل الشيء ونقله. فهنا أي أن المائع والسائل أو الغاز ينقل الحرارة من مكان إلى مكان. الإشعاع يعني لا يحتاج إلى وسط ليتحرك فيه، ولأن الأشعة عبارة عن موجات كهرومغناطيسية فلا تحتاج إلى وسط ولكن تنتقل ذاتيا. فسر في الشكل التالي: يغلي الماء في أعلى الأنبوب أنبوبة الاختبار بينما لا ينصهر الثلج. هنا ثلج وهنا يغلي الماء. هنا يغلي الماء لماذا؟ مع أنه المفروض أن الماء ينقل الحرارة بالحمل، ولكن هنا التسخين من أسفل ولا من أعلى؟ بالضبط من أعلى، والحمل قائم على فكرة تغير الكثافة بارتفاع درجة الحرارة. فالماء الساخن هنا كثافته أقل من الماء البارد الذي هو مجاور للثلج، وبالتالي لن
ينتقل الماء الساخن إلى أسفل إطلاقا، لأن كثافته أقل من كثافة الماء البارد، فإذا يظل طافيا إلى أعلى ولا ينتقل إلى أسفل. توجد هنا طريقة واحدة لانتقال الحرارة وهي التوصيل، والتوصيل في السوائل انتقال الحرارة بالتوصيل رديء أو ضعيف جدا. فهنا نستطيع القول أن الماء موصل رديء للحرارة كتوصيل، كآلية توصيل، هو لا ينقل الحرارة بالتوصيل ولكن بالحملة. لو سخنا الانبوب ده من أسفل كان من الممكن أن لا يأخذ وقت، لن يغلي الماء كما بالشكل، ولكن سيأخذ وقت حتى يغلي، لأن الطاقة سوف تستهلك في تحويل الثلج إلى ماء. إذن الإجابة هنا الماء موصل رديء للحرارة. إلى هنا نكون قد أنهينا الجزء الخاص بالمراجعة للصف 11 المتقدم، مدرسة حمد بن عبد الله بن جاسم الثانوية المستقلة للبنين. ومع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وأن تكون أجازة النصف العام إن شاء الله مكللة بالنجاح بداية إن شاء الله بإذن الله، وتكون أجازة سعيدة. وإلى الأمام دائما، لا تفوت أي فرصة في أنك تسأل وتحضر إلى المختبر الفيزياء أو المكتب، مكتب العلوم. وإن شاء الله كما عهدتكم طلابا متفوقين على خلق. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.